النائب ميشيل المر يستقبل السفير السعودي ويدعو إلى تغيير حكومي. التطورات المحلية والإقليمية بحثها نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشيل المر مع السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، الذي رفض أثر اللقاء الدخول في التفاصيل الداخلية اللبنانية أمام وسائل الإعلام. لمست حرص دولته الشديد على استمرار الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان والسلم الأهلي، ونحن جميعا نلتقي في هذه الأهداف النبيلة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه الأهداف ليبقى لبنان آمنا مستقرا، وأن يبعد عن جميع ما يؤذي. النائب المر شدد بدوره على أهمية التغيير الحكومي، محذرا من أزمة كبيرة تمر بها البلاد. لابد من إيجاد حل، شو هو الحل؟ صار شأننا نحن داخليا. أكيد أنا رأيي الشخصي، يعني ما تحدثنا مع سعادة السفير طبعا نحرجه، انه ما في يكمل لبنان الا ما يكونوا كل الفرقاء، يعني ما يشعر حدا بالتهميش. اليوم في فريقين، السنه والمسيحيين، شاعرين بالتهميش. للسبب بدنا نعمل ما لا يعمل تيصير حكومه وحده وطنيه، تالكل يشعروا بهالازمه اللي عم نمر فيها، انه المشاركين بالراي وقلن رايهم. المر رفض كذلك اي حديث عن تاجيل الانتخابات. ما في موجب للتأجيل. ليش بدها تتأجل؟ يعني اليوم إذا كان في مشاكل أمنية بهالشهرين بدها تبين. بدنا نبلش نقول إنه اليوم بدنا نأجل، نحن مع الانتخابات ومع أجراء الانتخابات وبالقانون اللي بدهم إياه، يعني بصورة خاصة أنا القانون اللي بحبوه أنا ماشي فيه. المر طمأن المتنيين إلى صلابة قاعدته الشعبية، مؤكدا أنه يلتقي ناخبيه على الأقل مرة شهريا، ولافتا إلى أن ماكينته الانتخابية حاضرة كما دائما.